واخيرا واخيرا رح ينعرض البرنامج اللي انا وزوجتي سوسي مننتظره من زمن طويل. والله احنا رح نتابع هذا البرنامج الاسطوري والخرافي. يلا متى رح يبدا؟ متى ما بعرف، شكله بدا. خلينا نشوف يا سوسي. مرحبا واهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين من كل انحاء العالم. انا صديقكم الصدوق العبقري صاحب مسابقة جاوب واربح ترارارا. اليوم لدينا طفل رائع وجميل وعبقري وخرافي. هذا هو الطفل. انا هو اذكى طفل بالعالم، وانا سوف افوز على اي شخص موجود في هذا العالم وهذه المدينة وهذا المكان. نعم نعم، هذه المسابقة اول واحد بيعرف الجواب لازم ايش يا فتى يا صغير؟ لازم يقرع الجرس بينج بينج مثل هيك. تماما، انا هو الفتى العبقري، انا بفوز على اي واحد موجود في هذا العالم. نعم نعم، هذا هو الفتى. فاقول لكم جميعا، نريد متسابقين في هذا المكان لكي يتحدوا هذا الطفل الصغير، واللي بفوز على هذا الطفل الصغير رح ياخذ جوائز مالية خرافية ومرعبة جدا جدا جدا. اهلا وسهلا بكم جميعا، تعالوا 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 لهذا المكان، تعالوا نحن بانتظاركم جميعا. انتهى البرنامج الان يا احمد. هذا البرنامج يعني اليوم ما في حلقة. ليش سوسي ما في اي متسابق عشان يتحدى هذا الفتى الصغير العبقري؟ والله بس انت شفت يا احمد، زي ما انت حكيت هذا المكان قريب من منزلنا كتير كتير. سوسي انا لقيت خطة اسطورية وخرافية. شو هي الخطة يا احمد؟ الخطة يا سوسي لازم زعرور يدخل في هاي المسابقة ونشوفه عن طريق التلفاز يا سوسي. متأكد من هذا الكلام اللي بيطلع من تمك؟ نعم، وين هذا الكلب؟ لازم انا اروح اشوفه زعرور. والله العظيم هذا احمد انهبل. متأكد انا 100% زعرور رح يفضح العائلة كلها. شو هذا الغباء؟ والله العظيم هذا اغبى اختراع بالعالم. هذا الصاروخ ليش صنعوه؟ انا مش عارفها. بكبس عليه بكبس عليه بكبس عليه، مش قابل اطير. طير يا صاروخ، شكله لازم اغني له يا صاروخ يا صاروخ. هاي شو قاعد بتسوي يا زعرور؟ ولاش يا بابا، قاعد بشجع الصاروخ عشان اطير. ايش؟ اكيد انت بتتهبل صح؟ ايه خلاص اعتبرني بتهبل. نعم يا بابا، شو بدك حبيبي؟ زعرور في مسابقة للذكاء، مستعد يا زعرور عشان انت تفرج الجميع انك انت اذكى طفل بالعالم واروع واجمل واقوى واحن طفل بالعالم. ايه شو بتحكي يا بابا انت؟ زي ما انت سامع، في مسابقة واذا فزت فيها رح تاخذ مليون، مش عارف انا ما حكاش ما حدد، بس رح تاخذ جوائز اسطورية، اموال يمكن توصل للمليون دولار. يا بابا ايش هي المسابقة؟ واقول لك ما بدي اعرف المسابقة، المهم اني اخذ المليون دولار. ماما 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 هي هي زعرور، تعال تعال. وين رايح؟ تعال عند امك. تعال يا حبيبي. نعم يا ماما نعم، تعال لعندي بسرعة. باي باي، خلص روح روح. بابا يلا باي. زعرور تعال. نعم يا ماما نعم. بعد عني يا احمد لو سمحت. زعرور تعال ادخل، بدي احكي لك شغلة. ماما بدي اروح اربح، انا بدي اصير الاروع هون. زعرور انت رايح لعند بقى، هاي المسابقة صعبة كتير ولازم يكون عندك مخزون كبير من المعلومات، وانت رح تطلع على التلفاز 100%. يا زعرور انت مستعد عشان تطلع على التلفزيون وتجاوب على كل الأسئلة؟ طبعا يا ماما طبعا. بابا بيحكي لي في جوائز بتوصل مليون دولار. نعم بعرف، بس يا زعرور جائز عشان الكل يحكي عنك في كل مكان، الكل بيحضر هذا البرنامج يا زعرور. عادي يا ماما نعم انا رح اسوي. الكل 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 يا ماما. نعم الكل الكل، كل المدينة رح تعرف انك انت دخلت في هذه المسابقة
المسابقة وطلعت على التلفاز. ممتاز ممتاز، انا اول عبقري زعرور. يلا يلا، انا بصراحة مصدوم من ذكائك يا زعرور. انا مش عارف ده سوي، انا غبي امامه هذا زعرور غبي غباء مش طبيعي. انا هاي عشان تعرفوا انا قوي بكل التحديات. هل تعلم هل تعلم هل تعلم هل تعلم هل تعلم وانا اعلم. اخر سؤال، الذي سوف يربح الان سوف يأخذ 1,000,000 دولار. يا سلام، ايز بيزي ام سكويزي، انا الزعرور العبقرية. السؤال هو واحد، هذا بصراحة السؤال صعب كثير كثير عليك يا زعرور، وكمان صعب كثير على هذا المتسابق العبقرية. انا جاهز لأي سؤال، بس المشكلة ضدي زعرور. نعم المشكلة انا ضدك. السؤال كلاتي، اصعب سؤال بالعالم، هو 1+1. خلينا افكر. صعب هذا السؤال، كتير كتير صعب هذا السؤال. افكر. هذا السؤال صعب كتير كتير، 1+1، لكن لا احد يعلم هذا السؤال الا شخص واحد. فكر. وجدتها زيك. مستحيل. شو هو الجواب؟ سهلة الجواب، 55. مبروك انت فائز. ياي انا فائز. كيف انا العبقري زعرور. هيا الملايين الك يا زعرور. مبروك. الله يبارك فيك. مبروك يا زعرور، انت عبقري وفزت في هذه المسابقة. الله يبارك فيك. هذه الاموال كلها لك يا زعرور. ياي انا اذكى واحد بالعالم. هي زعرور شو قاعد بتسوي؟ ولا شي بابا. هي سوسي زعرور انهبل. زعرور متأكد بدك تسوي هذا الاشي؟ نعم انا فكرت تفكير عميق، الكل رح يصير يحبني لان انا ذكي. باي باي باي. بابا وين المسابقة؟ اول ما تطلع على اليسار. شكرا. خلاص دعم الحالة مش شايفهم. زعرور. نعم انا وليلى زب جالسين نسوي مسابقة، بدك تيجي تلعب معنا؟ ايوه يا زعرور تعال يلا العب معنا. لا انا مشغول، بتقدر تشوفوني على التلفاز، رايح انا على هذه المسابقة، جاوب واربح. هاي المسابقة معروفة كتير كتير، وانت هبيلة طبيلة ما بتعرف الطمس من اللمسة. هي احترم حالك. انا بحكي لا ما بدي احترم حالك، ولك انت ما بتعرف الطمس من اللمسة من اللحسة. هي اسكت ولا كلمة، انت مجنونة ولك شو هذا الاشي؟ بصراحة صدمتني انت كتير كتير، بس هي زعرور اذا بتروح رح تصير مضحكة العالم، الكل رح يضحك عليك فاشل. نعم انت غبي كتير كتير يا زعرور، وما في حدا يعني الا ورح يضحك عليك لانك فاشل، وهذيك المسابقة صعبة كتير كتير عليك. لا انا فكرت وانا عرفت اني انا رح افوز. طيب زي ما بدك، انا بدي اروح حتى على المنزل، بدي اشوف التلفاز. وانا كان احضر زعرير الغبية. يلا غبي كله بيحكي عني غبي، انا رح اثبت اني انا ذكي. يلا رايح عشان انا جاوب على جاوب اربح، ده اطلع التلفزيون. يا بابا يا ماما يا ماما يا بابا، انا بدي اتابع زعرور على التلفزيون. هاي انت ما تعيدها. خلص ماشي ما رح اعيدها. ماما بتضرب بابا. شو بصير؟ ولا اشي والله العظيم ولا اشي، اعتبرنا ما ولا اشي. شو بدك انت يا كركور؟ بابا ماما كان زعرور الان بده يطلع على التلفاز بمسابقة جاوب واربح على التلفزيون.
هذه المسابقة صعبة كتير كتير يكركور، كيف زعرور الغبيرة عليها؟ نعم كيف، أنا مش عارف. هاي خلاص، وحتى أنا مش عارف. تعالوا نتابع التلفاز. يلا يلا نزل لنا التلفاز بسرعة يا أبو كركور. ابشري ابشري ابشري. أوه ده طلعنا فوق. تعال لون، تعال هيني نزلت لك التلفاز، رح أضعل لك إياه وين بدكوا. طلعنا إياه برا برا، طلعنا إياه أبو كركور. يلا طيب، هاي أنا طلعته للخارج زي هيك، بتقدر تجلسوا الآن ونفتح عليه مسابقة اللي رح يطلع عليها زعرور. ياي والله رح نضحك على زعرور ضحك مش طبيعي. انتو ما بتعرفوا هبيلة طبيلة زعرور ما بيعرف اي سؤال، انا متأكد. خلينا نشوف. لا 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 لا، مرحبا مرحبا. غريبة، في جاي هون متسابق يتحداني؟ انا مش مصدق، هو الولد صغير بيجعلوا هاي المسابقة عشان يتحدى الولد العبقري. مين العبقري؟ وين شكلك بتحكي عني؟ ها نعم بحكي عنك، يعني بحكي عن هذا وكمان عنك ولا يهمك. انا جاهز 100%. استنى شوية، انا بصراحة ما رح اقدر الان ابدأ المسابقة. ليش ليش؟ لانه مش دائما بتبدأ المسابقة، لانه ما في حدا بيجي على هاي المسابقة يتحدى هذا العبقري. نعم انا عبقري كتير كتير كتير، فانا ابدا اروح انادي المصور، لانه ما في هون كاميرات ابدا ابدا ننبث على التلفاز. غريبه، اول متسابق بتحدى الولد العبقري. جيب جميع المصورين عشان يشهدوا اني انا افضل طفل واكثر طفل عبقريه، داخد المليون دولار. واخيرا واحد بده يتحداني. بسرعه بسرعه، لازم انا اجيب على هذا المكان المصورين. احنا ما بنجيبهم كل يوم لانه ما في متحديين يتحدوا هذا الولد العبقري كثير كثير، فاحنا مستغربين انه اليوم اجى واحد من المتسابقين. هاي هاي يا مصورين يا مصورين. اوه ايه انت، ليش اديت؟ احنا من زمان ما شفناك، انت من زمان ما طلبتنا، لانه احنا مصورين للمسابقة تبعتك بس ما في اي متحديين يتحدوا الولد العبقري. نعم، لكن اليوم اجى ولد صغير شعره أزرق بده يتحدى هذا العبقري. أوه طيب يلا بسرعة، خلينا ناخذ الكاميرات ونروح على المسابقة بأسرع سرعة ممكنة. يلا يلا بسرعة، حركوا خذوا كل الكاميرات وضعوهم في محل المسابقة. اليوم يوم عالمي، اليوم في حلقة على التلفاز. يلا ضعوا الكاميرات ضعوا الكاميرات. لا لا بدأ الجد بدأ. يلا هيني أنا رجعت لكم على هذا المكان، يلا خليني أنا بدي أجلس على هذا الكرسي. لا لا في واني مصورين. يا سلام، متأكد من فعلتك هاي؟ أي فعلة؟ لا ولا شيء. خلاص أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين، اليوم لدينا متسابق جديد. شو اسم المتسابق؟ اسمي زعرور زعرور. الاسم زعرور ضد الولد العبقري. أنا رح أفوز على الجميع على الجميع. يلا الآن رح أعطيكم السؤال الأول، شوفوا. بعرفش أقرأ. إيش؟ هذا أكيد أكيد هذه نكتة من أحد المتسابقين. خلاص أنا رح أقرأ السؤال، مكتوب هون كم عدد فقرات العمود الفقري في جسد الإنسان؟ أنا بعرف أنا بعرف أنا بعرف. ممكن ترن الجرس؟ طبعا، هين أنا قرعت الجرس. ها 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 ها، فاست. شو مالك؟ يلا جاوب. انا خليته يقرا الجرس ده اشوف ذكائه. ايش شو مالك؟ شو اجاوب؟ جاوب على السؤال، كم عدد فقرات العمود الفقري في جسم الانسان؟ شو يلا. شكله المتسابق حيران، معاك 5 ثواني تجاوب، يا اما السؤال رح ينتقل لعند الولد العبقري. الولد العبقري يلا تجاوب الان. سهلة، 25. صحيح صحيح، 25 كنت ابدا اجاوب صلاح الدين الايوبي، بس يلا منيح ما جاوبته. يلا نقطة للولد العبقري، 0 للزعرور. شو
هذا؟ والله العظيم ايش الصعب كثير. قلت لك انا راح افوز عليك، الكل راح يضحك عليك يا فاشل ضحك مش طبيعي. ايه طيب ماشي ماشي. ايه يا مصور لا تضحك علي. خلاص خلاص طيب ماشي. السؤال الثاني. مش شايف وجهك يا معلم، مش شايف. ايش اللي سويته؟ يلا بمشي لك اياها. يلا شو السؤال؟ ما هي اصغر دولة في العالم؟ انا 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 الجواب. شو هو الجواب؟ المنصف الاردني. ايش شو 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 شو؟ اطلع برا اطلع برا. هي اصغر دولة بالعالم، هي الفاتيكان. صحيح الفاتيكان. ايش اطلع برا فاشل فاشل، اطلع برا اطلع برا. شو هذا الصوت؟ شو هذا يا حبيبي؟ شو اصوات الضحك هاي؟ كل المنازل قاعدة بتهتز من كتر الضحك، ضحك بكل مكان، ضحك بكل مكان. والله زعرور فاشل. ايه كمان بابا قاعد بيضحك. انا حزين، لازم انا اتعلم كويس. هي هي زعرور زعرور. نعم نعم. ليش انت بتبكي؟ ليش؟ انا ما شفتني على التلفاز. لا انا قبل قليل استيقظت. شو صاير؟ بدي اصير اكثر ولد مثقف بالعالم، بدي اصير انا ذكي وافوز في مسابقة جاوب واربح. بتعرف يا زب بدك تصير انت ذكي وتفوز على الولد العبقري يا زعرور؟ نعم اكيد. انت استنى شوي، انت من متى ساكن في هذا المنزل؟ امبارح اشتريت هذا المنزل. شو مش عاجبك يعني؟ لا عاجبني انا كتير كتير كتير. هي ساعدني تصير الولد العبقري انا. اوه طيب تعال، لازم انت تجي وراي. يلا يلا خلينا اسوي زيك. وين راح؟ هاي ايش بدك تخطفني؟ تعال لهون يا غبي، تعال من هون من هون. خوفتني خوفتني. يلا اطلع هون، شايف هدول الكتب لازم انت تقرأهم. ايه شو بتحكي انت؟ انت اذا بدك تربح في مسابقة جاوب واربح، لازم انت تقرأ جميع الكتب المتواجدة حوالينك الان. ابرهج الكتب يجب عليك قراءتها وحفظها ودراستها لكي تربح. ماشي يا زعرور. ماشي. ايه وين زعرور؟ هذا هرب. والله هذا هرب. والله انه مجنون اصلا، ضيعت وقتي معاه. خلاص خليني انزل انا للاسفل. والله العظيم انه مجنون. والله انه الولد فشل كتير. والله افشل ولد بالعالم، بس يلا مش مشكلة يا اعزائنا المشاهدين في كل انحاء الارض. الان ولأول مرة الولد العبقري سوف يجاوب لوحده. انا رح اجاوب لوحدي لانه احنا سوينا حلقة ولازم ما نوقف الحلقة من بدايتها. فيلا السؤال هو، ما هي أصلب مادة طبيعية على وجه الأرض؟ إيزي بيزي. ها زيك أنا أنا أنا. ما في غيرك أصلا عشان تجاوب، يلا جاوب. الجواب هو الألماس. خلينا نشوف. صحيح الألماس. أنا بقولكو إشي فاخر على الآخر، أنا متعلم كل الكتب وقارئ وحافظ كل الكتب الموجودة فيها هذا العالم. ممتاز ممتاز. السؤال اللي بعده، ما هو الذهب الأسود؟ أنا 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 أنا. الذهب الأسود هو إيش إيش؟ مستعدين؟ مستعدين. النفط. خلينا نشوف. نعم النفط هو الذهب الأسود. عشان تعرفوا يا متابعينا الرائعين، هني قاعد أنا عند الكاميرات، أنا أذكى طفل بالعالم، ذكي جدا جدا جدا. يلا السؤال اللي بعده، كم مساحة بحر مرمرة؟ انا 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 انا. جاوب يا فتى. 11000 كيلومتر. خلينا نشوف احنا الاجابة مع بعض. نعم 11000 كيلومتر مربع.
صحيح صحيح، أنا الأفضل يا كاميرات، أنا الأفضل إلى جميع الجماهير، رائع رائع رائع. يلا السؤال اللي بعده يا فتى، شوف كم من مرة حج الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سهلة سهلة، إنها مرة واحدة. هو خلينا نشوف. نعم إنها مرة واحدة. سهلة سهلة سهلة، أنا أفضل واحد، أفضل من هذا الغبي اللي لون شعره أزرق، الغبي أغبى طفل بشوفه بصراحة أنا بحياتي، ما عمري شفت أغبى منه، أغبى واحد العلم هو شعره أزرق. يلا يلا يلا، الآن الجواب والسؤال راح يظهروا بنفس اللحظة لأنك أنت ذكي. يلا خلينا نقرأ. ما هو الشيء الذي إذا أخذنا منه ازداد وكبر؟ أنا بقرأ صح. ما هو الشيء الذي إذا أخذنا منه ازداد وكبر؟ طيب أنا شو حكيت؟ أنت حدا بدك تفوز علي أنا؟ طبعا الحفرة، المثلث، أطعام. الجواب هو الحفرة. هو نعم نعم الحفرة. أنا أفضل من الولد الشعره أزرق. هاي أنا لقيت الحل، هذا بيستهين فيي، وأنا رحت عند المعلم مفيد، شفت إني أنا ولا بعمري بحياتي رح أقرأ الكتاب، فاللي استفدته اليوم إني أنا رح أنتقم بطريقتي الخاصة. أنا أفضل، أنا أضع. هذه هي الطريقة الرائعة المفيدة. لا 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 لا، أنا زعرور، ما حدا بيتهبل علي بالعالم. لا 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 لا. شو اللي صار؟